قدمت الكرة الكويتية وهو لاعب نادي كاظمة، لكن الشلهوب الموهوب الآن لعبة حلوة وكرة جول. الله، حلوة اللعبة ونهايتها حلوة من الموهوب إلى الليث الهلالي. الليث الهلالي ناصر الشمراني من لعبة حلوة وضعها بطريقة جميلة، وهذا الهلال وهذه روعته، هذا الهلال وهذه روعته. الله على الهندسة، الله على الموهبة. يا الموهوب يا الشلهوب، من الموهبة الهلالية إلى الليث الهلالي. هو ناصر الشمراني من لعبة حلوة الكبيرة في أن تقدم تنظيم مثالي يشاد فيه من قبل الجميع. الله، هذه تكمل. الهلال 2. الله على زعيم المملكة، يبدع في ملعب زعيم الإمارات. نعم، زعيم المملكة يبدع في ملعب زعيم الإمارات. الموج الأزرق، فن وذوق وإبداع، وكل على بعضه جميل، كل على بعضه حلو. هو الشمراني مرة أخرى، هدفين هلاليين الآن. الله على الأزرق وعلى لمسه وعلى تمرير بحركته المعتادة. هرماش، 1 2 3 4، هوبا، هي الثالث. الله يا الهلال، روعة. سيمفونية هلالية رائعة، بالطول بالعرض، الأزرق يهز الأرض. الزعيم في الإمارات ينشر المسرات للعاشقين. نعم، هو الهلالي يضرب بالثلاثة. يا الله على الهلالي، يا لطيف الهلال. عين حلقات جميلة، لاحظ الإبداع الهلالي، ولاحظ التمريرات الهلالية، ولاحظ الانسجام، ولاحظ الروعة. الهلالي أربعة. كاظمة يغرق في الموج الأزرق، كاظمة يغرق بالموج الأزرق. نعم، الهلالي 4، من كرات، من نقلات، من تمريرات، من سحر كروي. ما أجمله وما أروعه وما أحلاه. كاظمة يغرق في الموج الأزرق برباعية هلالية مثيرة، والأفراح تستمر في بيت الهلال. سجلها في صفحاتك. وصلت إلى نواف العابد في مكان ممتاز، يرسلها إلى سلطان عند الكرة داخل منطقة الجزاء. قوية، والتعادل. نعم، التعادل للهلال عن طريق الـF16 يوسف السالم القادم هذا الموسم من الاتفاق السعودي. نعم، يوسف السالم يعدل النتيجة للهلال، يعدل النتيجة للزعيم، يعدل النتيجة للملكي. الله على روعة الهلال يعود. تألق حمد الدوسري في المرة الأولى، في المرة الثانية الزعيم يخترق حدود الرفاع ويعدل النتيجة عن طريق يوسف السالم. كلف يعني حفل اعتزاله الكثير من الأموال لدار الهلالية. وهدف ثاني لمصلحة الهلال عن طريق سلمان الفرج، اللي يقلب النتيجة لمصلحة الهلال، يقلب تأخره بهدف إلى تقدمه بهدفين. سلمان الفرج يأتي بالفرج للهلال بهدف المباراة الثانية. كنت بالحديث على أنه المصاريف اللي صرفت في حفل اعتزال سامي الجابر إلى أنه يستحق، والإدارة كافأته يعني مكافأة حقيقة لما قدموا طيلة السنوات الماضية مع الهلال. أمامنا إعادة لهدف المباراة الثانية. أحمد، لمسة من لمساتك، كرة من كراتك، لكن الكرة كما جرت العادة لاعبي خط وسط الهلال يقدمون حتى الآن مباراة ممتازة، وعندنا لعبة خطيرة هلالية. هذه جول الهلالي عن طريق ليث المملكة وعن طريق الليث الهلالي. ناصر الشمراني من كرة حلوة
من كرة ملعوبة. زعيم الأندية السعودية يواصل إبداعاته في البطولة، والهلالي دائما في العلالي، الهلالي دائما في العلالي. هذه خطورة ناصر وهذه كراته، ولاحظ التمريرة السحرية، يا سلام، استلام ممتاز وتمريرة ساحرة، فهدف جميل بعد ذلك من جانب الهلالي ناصر. الله على سالم الدوسري والله على ناصر الذي أنهاها نهاية سعيدة. والشمراني يقدم نفسه ويقدم الهلالي في مباراة اليوم بهدف أول. على فكرة هذا أول هدف في البطولة يستقر في شباك العين، لأن شباك العين كانت مستعصية على الجميع، لكنها أمام ناصر الشمراني في هذه اللحظات الأخيرة. وعندنا محاولة الآن هلالية ملعوبة والفرصة تبعد، لكن التشتيت ما كان سليم. عادت إلى الدوري المغربي، عاد الهرماش الأمام وفرصة الثاني، الثاني الهلالي عن طريق كاستيلو ينجح في هز شباك العين في مناسبة ثانية. نعم، الفن منبعه هلالي، الفن منبعه هلالي، والموج الأزرق يبحث عن كأس البطولة وعن الانتصار في هذه المواجهة. 2 هلال المملكة. شوف اللعبة ولاحظ الكرة، كانت خطيرة في مناسبة أولى وفي مناسبة ثانية، أرسلت بهذه الصورة، هيئت إلى اللاعب الذي يجد نفسه مرتاحا كاستيلو، ويسجل هدف جميل الحقيقة في مرمى الزعيم العيناوي. 2 الهلال لا شيء العين. لعبة تتحدث عن المراقبة، تتحدث عن دفاعات العين، ما كانت حاضرة في اللقطة الماضية، وكان كاستيلو في وضعية مريحة. خالد وناصر، ناصر، الله، الهلالي بالثلاثة، فريق الإنجازات، فريق الألقاب، فريق النجوم، فريق الذهب. على مر الأزمان وفي كل الأوقات الهلالي يعرف طريق البطولات، يعرف طريق البطولات. وهدف ثالث عن طريق ناصر الشمراني الذي ينجح في هز شباك خالد عيسى من ضربة جزاء أرسلت بهذه القوة وبهذه الصورة. وعلى ذلك يبتسم الشمراني ويبتسم الهلالي ويبتسم الموج الأزرق، يبتسم الموج الأزرق بالثلاثة في شوط المباراة الأول، ويا لها من فرحة هلالية كبيرة. تماما بهدف رابع، بهدف رابع. شوف اللقطة ولاحظ المحاولة والتمريرة الجميلة. إنه الهلال يا أصدقاء، إنه الهلال يا أصدقاء. عادل هرماش يبدو لي بأنه اللاعب الذي استطاع أن ينهي هذا اللقاء، أن ينهي قمة الزعامة لمصلحة الزعيم السعودي وبالأربعة، ويستحق باستوس اللاعب العيناوي الجديد أن يكون أفضل لاعب في هذه المباراة. نعم،